اسبري سبورتيف اش يتكلم بالعريف ودي ما يزمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لما يشاتش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش والدخلة بالبنادر دوسي الدفاتر العليم الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيكو حبكة لعبنا له فكة كرة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك معاما فيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو علي علي جيفام سبور بلس أيمن زاروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة سبعة ودرج على إيفام أحلى راديو عسلامتكم مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من سبور بلس الموسم الثالث على أحلى راديو إيفام تحية كبيرة برشا لكل مستمعين وين ما كانوا في الاستماع شكرا على تفاعلاتكم شكرا على متابعتكم ووفائكم لنا نذكركم بوسائل التواصل معنا إيفام تي في 24 ساعة على 24 على اليوتيوب الباج فيسبوك إيفام سبور الفريكونس بتاعنا في كامل تراب الجمهورية كذلك تحية كبيرة لمتابعينا خارج حدود الوطن مرحبا بكم مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من سبور بلس فيها برشا جديد وبرشا مواضيع في EFM سبور بلس اليوم نحكي قراءة في مباريات تشامبيونز ليج والكاف غدوة ممثلين الأربعة يلعبوا في المسابقات الأفريقية ترجي سيسيس النجم المسير في إياب الأدوار التمهيدية الحاسمة من تشامبيونز ليج وكذلك من الكاف وباش نرجع بالطبيعة ناخذوا آخر مستجدات في النادي الأفريقي منتصر لوحيشي مدرب للنادي الأفريقي مع تأجيل التنفيذ في انتظار ما ستؤول إليه الأمور ونتائج اجتماعه مع رئيس النادي عبد السلام اليوسي كذلك نحكي على الإضراب المرتقب غدوة هو اللي صار اليوم خاصة في اجتماع اللي جمع رئيس الجامعة وديع الجري ورئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليوسي ليكيب كاملة وحاضرة تحية كبيرة برشا العزة تويتي في الإخراج بشرة سعيد في الإعداد إيهاب وإيمان في الـ EFM TV في الريجي غديك تحية كبيرة لكم أحمد شورة زادة تحية كبيرة لي في السيت ويب والعناوين الرنانة متاعو ونايم زروق بشرفقكم من توا حتى الثمانية متاع الليل يغيب علينا الكابتن اليوم وبالتالي إشارة القيادة تقول بشكل أوتوماتيكي للكابتن سمير السليم يا لو سهلة مرحبا بك زروق مرحبا بالأخيان اللي يسمعوا فينا الكل في الكراهبهم في التاكسيات في ديارهم في كل بلاصة مرحبا بهم خويا مشاركة القيادة ديما تقعد للكابتن اي ملا دبلوماسية وي هو من المفروض اليوم نحيلك الكابيتانا سمير نحيلي خويا قابل انا عمري ما قبلت الكابيتانا في حضور الكابتن ما انت خليها عندك الكابيتانا متاعك زيد لا والله خليها عندك الكابيتانا اش عملت تعرف روحك خويا لا تعرف روحك يا خويا يا كومونتيرات وتليفونات يا خويا الناس الكل تتسائل وين شنو هو سمير ما عادش معاك يا ودي معانا سمير انت مش عندك جمعه في بالك في بالي هكا مرحبا بك خويا كضيف انا هما مساجات تحريضيه هما حبوا يدوروني عليك نتاع هكا سمير في الديوان ودرا شنو لا لا تحيه كبيره ليك تحيه كبيره للناس الكل ومبروك ليميسيون جدا المولود الجديد مبروك للناس الكل مبروك لعادل البهلال صديقنا واخونا وبدعوه منه هو بطبيعه الحال الحصه الاولانيه لازم نكونوا معاه فودي زروق وإدارة إيفام في بالها بالموضوع بالطبيعة وبالتالي معناها مشينا كضيف الأخ وصديق عزيز مرحبا بك نتمنى لهم التوفيق والنجاح بالتوفيق للجميع كذلك يرافقنا ملك سكوبات الحصريات لا يكل ولا ما يمل من العرك ومن المشاكل نادر داود مساء الأنوار مرحبا بك زروق تحية لسمير النوى مرحبا بضيفنا مرحبا بالجنود الخفاء نتاعنا الكل في الراديو تحية لكل المستمعين اللي في الدار اللي في كذا هبهم ان شاء الله تكون ساعة خفيفة نفيدوا فيها ونستفادوا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مرحبا بك نادر داود واليوم سعيد جدا انه باش يكون ضيفنا صديقنا الصحفي ناقد يا سمير السليمي مغروم برشا بالكرة عنده ثقافة رياضية كبيرة برشا انا النجم نظمه في ثقافته الكروية يا نادر تابعته في عديد الفقرات التحليلية في كانال بلس افريك كان غاديك يعيش في فرنسا كذلك في اكسبريس اف ام سابقا زملائنا واصدقائنا في اكسبريس في راس كيف مساء الخير اهلا وسهلا في راس مرحبا زروق مرحبا بكل المستمعين الناس اللي تخدم هنا الكل سمير سينادر فرحان برشا اللي جيت بحذاكم واللي في حلقه اللي هي تشبه لي هكا شويه في مسابقات افريقيه والي وريتور وكذلك اربع ماتشوات برشا اربع ماتشوات ان شاء الله ان شاء الله سافا بيان سباسي ان شاء الله متاكد جدا وانت عاد كنت في كانال بلس افريك هاكا مع المسابقات الافريقيه دونك على برشا معطيات مرحبا
بيك. صحيح وكنت معهم في الإطار هذاك ونحييهم داير لكم. تحية للجميع، مرحبا في راس، مرحبا نادر داود، مرحبا سمير السليمي. باش نبداو بالانفو دو جور بعد شويه باش ناخذوا كل التفاصيل في خصوص النادي الافريقي، وكما قلنا باش نتابعوا كل المباريات والمسابقات الافريقيه، لكن خلينا نبداو بالخبر والبوليميك اللي قاعده تدور بالكدا بالكدا في الايامات الاخيره، اللي هي بوليميك الفرجاني ساسي ونادي الزمالك المصري. لانفو دو جور، خذيت ابرز العناوين اللي تكتبت في وسائل الاعلام المصريه. انباء عن سفر فرجاني ساسي بعد حصوله على جواز سفر بتعليمات ايمن يونس. فرجاني ساسي لمسؤولي الزمالك: اعصابي تعبانه ومحتاج اجازه. الزمالك يفاوض فرجاني ساسي للتجديد بعد انتهاء ازمه المستحقات القديمه. فرجاني ساسي يراوغ الزمالك بعد الحصول على مستحقاته. ازمه تجديد العقد خلينا نقولوا بين الزمالك المصري والفرجاني ساسي هي لايون ومتاع وسائل الاعلام المصريه. عندهم تقريبا جمعه اكثر شويه من جمعه لا حديث في مصر إلا على موضوع تجديد فرجاني ساسي للعقد متاعه، والأخبار اللي متزامنة مع عرض ربما من نادي الدحيل القطري. تعرفهم على الأخبار هذه على البوليميك اللي قاعدة صايرة سمير سليمي فراس ونادر ديو اللي خنشوفه اللي تخذلنا توا كعبة هكي لازم تختار. خلنا نبدأ نادر وسمير جادور للزوز. خلنا نبدأ مع سمير سليمي. لشنو جادور عجبتك البوليميك البوز والجو هذا بالطبيعة عجبني لأنه قبل كل شيء هالبوليميك هذايا والصحافة المصرية كما قلت أنت زروق أسبوع كامل وهي تتكلم على تجديد العقد وعدم تجديد العقد. هذا يدل على شنو نادر؟ على قيمة اللاعب ولا قيمة الفرجاني ساسي. وذاك علاش أنا قلت جادور قيمة الفرجاني ساسي، أنه الزمالك وما أدراك ما الزمالك يفاوض، والمعلومات اللي عنده أني أنه حط على ذمة فرجاني ساسي مبلغ لم يسبق للزمالك أنه أعطاه قبل أنه أعطاه والزمالك وفرجاني مازال يفكر. هذا قيمة الواحد الفرجاني ساسي في نادي الزمالك كما قيمة معلول في النادي الأهلي. هنا سؤالي ليك سمير فقط للتفاعل، هل المقارنة بتاع الزمالك عطى أفر للفرجاني عمره ما عطاها حتى جور قبل في الزمالك، وإلا مقارنة بما يمكن أن جاء للفرجاني ساسي من عروض خيالية و أيوة من الخليج ومن الدولارات؟ تكتك هو حتى في الصحافة المصرية فما بعرضني تصريح اليوم أنه فما أحد مسؤولين قال أنه ما نجموش نخلطوا على الأوفر متاع التحيل كان كيما تقال اللي هي 4 ملايين العام، اللي هي مازالت ماهيش رسمية اللي معناتها الحاجز اللي نقولوه انه فرجاني ساسي عنده مستحقات زاد عند الزمالك وانه حط كشرط انه نريجلو المستحقات هذوك ومن بعد نحكيو في بوتنسيلمون كونترا جديد. الفكره انه كما قلت انه اللاعب معناتها فالور سور معناتها على القاره الافريقيه نجم نحطوه توب 10 احسن 10 جوارات انتر كلوب بيان سور مش يلعبوا بالضبط في راسك ولكن انا مش بالنسبه للمستحقات هذيك امور يضمنها القانون باش نبداو واضحين، معناها المستحقات نتاع فرجاني هذيك مضمونه بالقانون، وانه فرجاني يطمح الى مخير هذا من حقه. بس نرجع ملاحظه، بوتريكا لعب في الاهلي تقريبا سنوات وسنوات، جاته عروض من الاكبر الانديه سواء اوروبيه ولا قطريه ولا خليجيه ورفض. علاش رفض؟ لانه اللي يحصل عليه في الاهلي يوازي ولا يفوق ما يحصل. مش في حاجه معناها. علاش اعطيك مثل بوتريكا؟ لانه الامكانيات الماديه المصريه خاصه اللي هو الزمالك امكانيات خياليه، وقت اللي يحبوا يوفروا المبالغ راهو يوفرهم. في راس عندك تعقيب وتسجيل نادر على فكره انه عنده مستحقات. هو الحاجه اللي عطلت شويه المفاوضات، الفرجاني ما كانش رافض انه يقعد على الطاوله. حاجه اخرى مهمه انه فرجاني سيزي كونتراتوه في جوان وبارتير من 1 جانفي، هذا بالقانون قادر انه ينيغوسي مع اي فريق يحب عليه، قادر يصحح بري كونترا بيان سور. دونك فرجاني ساسي اي دون سون دروا. وحاجه اخرى انه زاد خرجت اشاعات علاش روح لتونس اكسترا. الحاجه بتاتر الديتاي انه الزمالك ما يلعبش كومبيتيسيون افريكان بيسكو الفريق تشادي اللي هو ضده انسحب، فتأهل اوتوماتيكمون باش يغيب على ماتش شامبيونا اللي هو غدوه ان شاء الله. نادر داود انت حطيت بلاكت جادوغ. جادوغ نفس السؤال سمير، لشكون الفرجاني للزمالك للتحيل شنو بالضبط؟ جادوغ الفرجاني اكيد هذا من اللاعبيه اللي عشت معه عن قرب، نعرف قيمته كلاعب فنيا كمهارات كخصال كلاعب وسط ميدان عصري
هو لاعب وسط ميدان، لاعب ارتكاز في شكل صانع ألعاب، قادر على أنه يتأقلم في جميع الوضعيات، لاعب ذكي جدا، من أفضل ما فما في فريقه في المركز، تعامل في المجموعة، عنده قدرة عجيبة على التأقلم في أي مجموعة مع أي مدرب. يعني في الزمالك العيش هذا موش سهل، أنه يكون معبود الجماهير في الزمالك موش سهل، وعنده مدة مش خالص. خلنا نعطيك الموضوع من يعني من المنبع. انت عندك انك قدمتك كملك الحصريات وشقيقه، نعرف شنو نقول، دونك انت عندك التفاصيل. المنبع معناها اداره الزمالك، يا المنبع يا اداره الزمالك يا الملاعب يبيدوا. فرجاني ماهوش منبع، فرجاني نجم معناها يغالط، نجم يعمل دبلوماسيه. اذا كان عندك المنبع يا نادر يا داود، راه اداره الزمالك اعطينا المنبع. لا لا اداره الزمالك سمي لي بالاسم. استنى اسمع، نجم يكون المنبع هو التحيل، راه الله اعلم بالك شيء. عندي ثلاثه منابع، دونك الحي اللي خدمت فيها و... لا فرجاني دونك نحكي معاه. ماهوش حكايه نتاع يحكي مع اعلامي، يعني العلاقه تفوق، مش باش يعطيني معلومه هكاك، لا يحكي حتى الحق، مشكور هو يعرفك تقولها في الاعلام، دوما يقول لك يحكي حتى على استشاره. يعرفك ما يكلفوش. خلينا ناخذوا تصريح الفرجاني اساسي على لسان نادر داوود، استشاره سمير شنو اللي يعمل، شنو في الوضعيه هذيك فاش يعمل. ومشكور على الثقه هذه. شوف اول شيء فرجاني هو كما قال صديقنا انه عقده ينتهي في جوان، وبالتالي لكن الاوفر اللي جاء اللي هو ما يقدرش للزمالك ولا أي نادي إفريقي يقدر أنه يعطي عرض حتى ربع أو نصف أو العشر متاع فريق التحيل القطري، يعني أي مبلغ مش يعطيه أي نادي إفريقي لضم الفرجاني الساسي، قادر التحيل القطري أنه يعطي 2 و3 و5 و10 أضعاف. المشكل ليس مشكل الماديات، وموازين القوى في التفاوض بعيد على بعض لا تستقيم. العرض موجود من التحيل للفرجاني كاتصال مباشر بين مسؤولي التحيل وفرجاني، كحاجتهم به في كأس العالم للأندية اللي هي في شهر فيفري. وأنا نعرف الملاعبية اللي موجودين في التحيل، عاصم مديبو، لويس سيارة، ولا كريم بوذياف اللي موجودين في نادي التحيل، في حاجة إلى لمسة فنية كلاعب كالفرجاني، ما فيش حتى كلام. فرجاني اقترح على مسؤولي الزمالك أنه يتنازل على مستحقاته المادية القديمة اللي قيمتها توا أرقام راهو 1,000,000 أورو. قال لهم هذه ما ناخذهاش، خذوها ونزيدكم يعني مبلغ 500,000 أورو آخر أو مبلغ آخر من الأموال اللي مش ناخذها أنا من التحيل، ولا نطلب من التحيل أنه يعطيكم مبلغ مالي معين. شنو الكونتر في سبيل الكونتر بارتي أني في عوض نمشي في جوان، خليني نمشي تو، انتم كنادي الزمالك تستنفعوا من المبلغ هذا، لانه انا بطبيعتي في جوان خارج، دونك يحب يخرج فرجاني ساسي نحقق هدف اخر. تعرفوا فرجاني توا فاز 5 ألقاب راهو مع الزمالك، راهو سوبر مصري، سوبر افريقي، سوبر مصري سعودي، الكونفدراليه، كأس مصر، تقريبا كأس الكاف، خسر تشامبيونز ليغ، لعب على 7 ألقاب، يعني ما عادش نجم يعطي اكثر من هكا للزمالك. دونك ثم رغبه للفرجاني الساسي في الرحيل من نادي الزمالك، وثم رغبه في انه يمشي حتى نادي الزمالك بصراحه ماديا غير قادر انه يوفر حاليا عرض للفرجاني في المستوى والقيمه التسويقيه اللي اصبح عليها فرجاني الساسي، غير قادر، فهمت؟ وبالتالي الاقتراح كان هذا. لخيان في اداره الزمالك بالنسبه لهم باش تعمل لهم مشكله مع الجمهور، لانه هما يحبوا يجدوا الفرجاني كضربه مع شوق الجماهير، هو بالضبط مع الجماهير، لكن الامر هذا لا يستقيم. في الاخير فرجاني قال لهم اذا كان العرض هذا ما يناسبكمش، اعطوني مستحقاتي الماديه القديمه الكل، ويجي ايجا خلينا نتفاوضوا في العقد الجديد، اذا كان تفهموا انا موجود نقعد، لما لا كان اتفقنا نجدد، ما اتفقناش انا مش فرجاني في تونس ولا في مصر، هذا توا الناس الكل يسالوا فيه، توا المسار والكل، فرجاني سافر، فرجاني ما سافرش، تحصل على جواز السفر البارح اكثر من هكا، البارح فرجاني سويعات وموجود في قطر للتوقيع، فرجاني للبارح الساعه 3 الصبح موجود في مصر، وعنده اتفاق، هو طالب اجازه من الإدارة، إدارة الزمالك، أنه يروح لتونس 3-4 أيام، لأنه ضغط
نفساني وذهني وحتى البعد بتاعه على التمارين ولا على المقابلات. هو كانت عنده إصابة الفترة الأخيرة وتعرف حتى ذهنيا لما يكون متشتت ما نجمش ياخذ القرار الصائب. هو فما شكون راك معاه البارح في مطار الدوحة وبعثوا لي التصوير فهمتني تو نهبطوها بعد شوية. لا وين فهمتني؟ لا 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 فهمتني؟ هذا يأكد لي فما 40 والله البارح مشى القطر وجانا واضح البارح في الليل. وهذه الوضعية الحالية هو ماهوش ضد المبدأ أنه يجدد واضح مع نادي الزمالك لو توفرت الاتفاق المادي وخلاص الديون المتخلدة بالذمة واضح. ولو انه سمحني نكمل لك انه الخيان في الزمالك الباح قالوا عنا حتى سويفت اللي حولنا به المبلغ نجم يكون تم لكن للبارح في الليل ما زالت الاموال نتاع فرجاني ما دخلش للحساب وبالتالي العاض نتاع الزمالك نتاع التحيل ما زالت موجود. رغبة فرجاني في المغادرة موجود. فرجاني 28 سنة لما يجيك عاض خيالي سمير محق. خليني نقول لك خيالي راهو فرجاني ثلاثة أربع سنوات أخرين تنتهي الكورة ما زالت عنده ربي يطول في عمره 40 سنة وعنده عائلة وعنده أولاد كما أي لاعب من حقه أن يفكر أن يضمن في مستقبله. واضح جدا. فقط خلصت معاك الموضوع في راسه نمشيو لانفوترا فيك دونك خلينا نجمو نلخصوا أنه فرجاني ساسي اللي نتاع التحيل موجود وقريب جدا من الأوضاع اللي تحل القطري وي في راسه. هو حاجتين بور كونكلور أنه للفرجاني ساسي معناتها أنه سبورتيفمون ناخذوا معناتها الترانسفير في حد ذاته على المستوى الرياضي جه فريق قالوا انت دون كلكو مو تاش تلعب كاس العالم للانديه الزمالك يجي يقول له اجا زيد معايا عام لعل نمشيو لكاس العالم بالانديه بالتشامبيونز ليغ اللي هو خسرها العام اللي فات. هذا سبورتيفمون لو ديليم اللي قدامه معناتها بوجود المنتخب ينجم يكون زاد اون فيترين اخرى ينجم يبو الي بلو من بعد دونك نتصور انه سبورتيفمون سي انتريسون يعمل كاس العالم المنتخب اللي تنقصه في مسيرته في الفوز بالالقاب هي الشامبيونز ليغ اللي تهز للكوب دي موندي لا هي كذلك هي كاس العالم الانديه مش دونك في لعبه من غير ما هي الشامبيونز ليغ فيها تعقري باش هاي الفاز نخرجوا فاصل صغير قبله لانفوترا فيكم تحيه كبيره برشا لصديقي محمد الخميسي الذي الهمني وجودك يلهمني يا خميسي ربي فضلك انا وجوده خلاني ما نسكتش وجود خميسي ما هو دوامه هو يدومك يدخلك في دوامه والله يدخلك في دوامه انا سمير شوف في عزه لا فترة فيكم مع إيناس دوما باش نرجع بعد شوية في سبور بلوس IFM انفو ترافيك. مسيكم بالخير ومرحبا بكم من جديد على يافين. في تونس مازال الضغط على جي بي 8 من شرقية لبرج البكوش، التعطيل زاد مازال على جي بي 10 نيفو برج الوزير في اتجاه سكرة، الحركة معطلة في شارع المونجي سليم للي جايين من سان كليمون نيفو ستاد هيدي نايفر، الحركة زاد رزينة في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه غونبوان ليسكال، سينون الحركة تبقى عادية في بقية الولايات. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يافين انفو ترافيك واللي عنده أي معلومة تهم الكياس يكلمنا على 58 550 711. كانت في الانفو ترافيك واخر فلاش لليوم انا ما بقى لي كيفاش نقول لكم سيسروا روحكم في الكياس وليلتكم زينه الناس الكل. كل يوم مع الاول في برنامج 90 دقيقه اي اف ام احلى راديو المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم مواعيدنا وأراء الكرونيكور المختلفة الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل اي اف ام وكل ما يخص تونس والعالم اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم مواعيدنا وأراء الكرونيكور المختلفة الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل اي اف ام وكل ما يخص تونس والعالم اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم مواعيدنا وأراء الكرونيك بلوس. رجعنا لكم جديد في سبور بلوس 7:23 دقيقة. نحب نعمل تحية كبيرة برشا لصديقنا وزميلنا حسني الزغدود اللي تبع فينا في المباشر. بون بعث لنا ميساج محليها على الاخر بالفرنسية نقراها بعد شوية لكن تحية كبيرة ياسر تحية لي حسني لي وحشة الزغدودي كي تجي هوني في تونس بعدين طبعا نتواصلوا يجي من المطار ديريكت نجيبوك نجيبوه بالسيف عليه باش نحكيو تسويت على النادي الافريقي والمساجدات في النادي الافريقي في خصوص الإطار الفني. تاكو تاك
الليلة دونك يا سمير يا نادر ويا فراس اجتماع مرتقب وحاسم بين رئيس النادي الافريقي سيد عبد السلام اليوسي والمدرب منصر لوحيشي. الاتفاق نجم نحكي انه اتفاق صار تقريبا وموجود ليكون لوحيشي هو المدرب الجديد المدرب القادم للنادي الافريقي خلفا للمدرب السابق الذي قدم استقالته لسعد ادريدي. سؤالنا في التاكوتاك في انتظار نتائج الاجتماع هذايا، هل تعتبروا انه لوحيشي هو الحل الامثل لقياده النادي الافريقي في المرحله القادمه، هل هو افضل حل الخروج بالافريقي من عنق الزجاجه؟ نعرفك تحب الكلمه ذي عنق الزجاجه. سمير ستكون صوت الحكمه لليوم، فراس ضيفنا باش نفرحوا بيك مرحبا وباش تلعب معنا اليوم في التاكوتاك. عندك 40 ثانيه باش تجاوبنا على السؤال هذايا، 3-2-1 توب كرونو. انا ما نظنش انه منصر لوحيشي نجم يكون هو الشخص اللي قادر باش يحسن النادي الافريقي على الاقل على المستوى القريب، لسبب بسيط انه الموضوع اكبر منه بكثير. انه اليوم اي مدرب في النادي الافريقي ما ينجمش بفكتيف اللي موجود حاليا يجيب نتائج، للاسف سي كومسا. الانتدابات اللي صارت واللي ما لعبتش واللي هي ملعبيه على الاقل عندها مستوى نتاع رابطه الاولى ما مسدش الكوره، ولذا اليوم بالماتشات الجايين المدرب هذايا باللي باش تكون راجع نفسيه فما مستوى مفقود عند الملاعبيه هذوما، واللي هو ما يجيب برشا وقت ما يجيش في 6 شهور باش تخلق فريق من حتى شيء. ومعجزه اللي عملوا المدرب اللي قبله من المشاكل اكبر بياسر من انها تكون مشكله مدرب اليوم، وهي مشكله اداره ومشكله رئيس الذي رفضه الجمهور. الرئيس الذي رفضه الجمهور دونك هذايا شنو يقول فراس؟ يقول الاشكال هو اعمق من اسم لسعد ريدي او منتصر لوحيشي. نعطيك 40 ثانيه لتجاوبنا، 40 ثانية، وأدعوك أنك تكون كيما فراس ديسيبليني إن شاء الله ما يكونش وجه السوق هذاك خاطر الحصة الأولى هنايا. 40 ثانية بالضبط، ثانية ربع ثانية عشر ثانية نعاود لك السؤال دخلني بعد. في انتظار نتائج الاجتماع، هل تعتبر أنه لوحيشي هو الحل الأمثل لقيادة النادي الأفريقي، وهل هو أفضل حل للخروج بالنادي الأفريقي من عنق الزجاجة؟ 3-2-1 توب كرونو. هو الحمد لله أنه هذه الهيئة المجنونة ما خذش اثنينش مثلا مدرب أجنبي عادي، لو تو تلقى واحد روماني ولا اوكراني ولا من تشيكوسلوفاكيا، هي جابت شيفارية من بلاد ما بين البلاد الترانني ولا شكون. يا ولدي عجوبه هالهيئه هذه، يا ربي قدر الخير. شو اللي مش تعمل؟ اللي مش تعمل كل شيء يقعد تاريخ في الكره التونسيه. دونك الحمد لله انه الاختيار كان على التونسي، اذا كان تم طبعا احنا نبارك هذا الاختيار، انه يكون منصر لوحيشي من ابناء النادي الافريقي، نجم نقولوا قريب من النادي الافريقي، يعرف الكواليس. لكن الاشكال ومنصر قالوا اليوم سمعته ويعطيه الصحه في كلامه، قال له ماهوش اشكال المدرب فقط. وفعلا النادي الافريقي مش باش تغير مدرب، باش تغير كل شيء. مشكل افريقي اعمق، هو مشكل اداره، مشكل رئيس، مشكل توجهات، مشكل اختيارات، وليس هناك مشروع في الافريقي. ما تنجمش تعمل بروجي في النوادي التونسيه الكل تقريبا خلي في الافريقي في الوضعيه هذه. دونك يلزم تغيير عده اشياء وتاهيل المنتدبين والاتفاق مع كوادر الفريق اللي يحسبوا كوادر الفريق يستنوا فيهم لوحين. صابر خليفه وقع في الطائي السعودي مع محمد الكوكي، تو يقعد يستنى هو في عبد السلام اليونسي حتى يكمل الواحد بتاعه ويجي يقول له اي ملاي ارجع. تو نرجعك بعد شوي باش نحكيو على صابر خليفه ونادي طائي وكذلك شنو صار اليوم في حصه التمارين وكيفاش دارت حصه التمارين نتاع اليوم. لكن خلينا ناخذ صوت الحكمه اليوم سمير السليمي. منصر لوحيشي مدرب نادي الافريقي مع تاجيل التنفيذ في انتظار الاعلان الرسمي. نربط مع كلام نادر وفراس، هل نعتبروا انه اليوم هي هديه مفخخه ما بين يدين منصر لوحيشي؟ نادي الافريقي من ترابيل فيترين، فماش واحد ما يحملوش في نادي الايراني نادي الافريقي، لكن في اي اطار سيدرب منصر لوحيشي النادي الافريقي في اول تجربه ليه لتدريب فريق الاكابر؟ ما هو قبيل انا سالته قلت له باش تشد كلوب كذا، قال لي حتى لين نشوف البروجي. قلت له راهم فماش بروجي عن اي بروجي يتحدث لوحيشي؟ قلت له راهم فماش بروجي في الكلوب. مالوغوزمون نقولوا في الشيء هذا، مي هذيك الحقيقه صح، ما فماش بروجي. عندك الرغبه، حسيت به اللي عنده الرغبه او ما جالس بالامانات، ولكن نقول في كلام معناها هكا فوالا. دونك انا حسيت انه منتصر عنده الرغبه انه يشد الافريقي باعتبار انه قال لي جمعيتي وكذا
وقلت له انا نشجعك على الشيء هذاك، فان شاء الله الزيجه هذه تتم الليله بحول الله. بمنطق العاطفه ام بمنطق اوكي الفريق الجمعيتي؟ انا حسيت انه بمنطق العاطفه انه يحب يشد النادي الافريقي، وهذا من حقه كل مدرب يطمح الى ذلك. ولكن انا نتساءل ولو خيال هنا كيف تسالوا يا اخي لسعد الدريدي، ما هو مدرب كفء وقام بالواجب نتاعه والزياده؟ هل انه المشكل في المدرب؟ لا فوالا، دونك مشكل النادي الافريقي اعمق من هذا بكثير. دونك المشكل في النادي الافريقي هو مشكل لسنوات، راهو مش من توا، مش حتى عبد السلام، حتى قبل عبد السلام، معناها مشكل اداري. مالوغوزمون النادي الافريقي استعمل كمطيه لاغراض سياسيه وكذا مع سليم الرياحي، وتماد الامر وشايد، ومعناها البول دو نيج عملوا هي تمشي وتكبر على مستوى الديون، على مستوى الامور هذه الكل. ان شاء الله هنا نتمنى انه بالتوازي انه الامور الفنيه تتطور وتتحسن، وهنا لابد ان نشكر لسعد الدريدي كذلك على العمل اللي قام به، وان شاء الله اذا كان منتصر هو المدرب القادم ان شاء الله الامور تتحسن معاه، ولكن بالتوازي مع ذلك والاهم من كل ذلك انه النادي الافريقي الامور الماديه وهالديون وهذه الكل تتم مراجعتها وتتم معناها القضاء عليها ولا التخفيف من حدتها، لانه مبالغ كبيره في التخفيف من حدتها. هذه الامنيه بالنسبه لكل جماهير النادي الافريقي. خلينا نقعد معاك سمير، وانت اليوم صرحت تصريح فوق ما نعرفش اسكو تفهم بالغلط، وانا ادعوك انك توضح لنا الموضوع. قلت انه المباراه القادمه للنادي الافريقي معناتها بمنطق انه مضمونين 3 نقاط، فهموا انه ثم حاجه نتاع كواليس باش تتلعب في مباراه بنزرت ولا حاجه من النوع هذا. ماذا يعني انه النادي الافريقي تطم ان انت منتصر لوحيشه وجميل النادي الافريقي انه في كل الحالات المباراه القادمه باش تكون نتيجه ايجابيه للنادي الافريقي؟ لا مش بالمفهوم هذاك ريت، معناها انت الجو اللي كنا فيه في الاستوديو كل شيء، وانه قلت له يا منتصر مهما يكون، انا فدلك على منتصر، قلت له مهما يكون اسم المدرب اللي باش يجي راهي النتائج باش تتحسن، وانا عندي قناعه بذلك. فهمتني؟ مش معناتها فما لعبه كواليس باش تصير في بنزرت. لا يا راجل، لا يا راجل، مانيش متاكد انا باش نجي. لا هو جدال فني، معناها لا الامور مش، انا نتصور انه الامور من هنا الفتره القادمه الامور مش تتحسن على مستوى النتائج، انا متاكد مش هذا. نعرف النادي الافريقي، نعرف ديك نقول لي الافكتيف دي جون والافكتيف ناقص، هذا كله نفهمه انا وما اعرفه، معناها مش موضوع بتاع نقاش بالنسبه لي نحن، ولكن نعرف انه مش تمشي الامور، العجله مش تدور يا اخي. النادي الافريقي مش يقعد يخسر في ماتشات الكل داخل العام، تتصورها انت الحكايه ذي؟ دونك ما عندها حتى انا والله العظيم من الناس هو ما تعرف التاويلات، انت تنجم تقول حاجه تتفهم. والله قسما بالله ناس ديال افريقيا راه ما بنزرت جمله واحد، ما نعرفش حتى الكالندري شنو اللي فيها. تيلمون بعد بنزرت ليتوال وبعد ديربي. اي اقسم بالله تو ما عندك سمعت. يعيشك ربي. ها ونحكيك بصراحه، مانيش نتبع معناها شكون باش يلعب غدوه، تعطيني اليوم الناس الافريقي شنو اللي هاني نتكلم بصراحه. تو من بعد اول يقول لك مال هذا محلل فني ما يعرفش الكالندري. ما عنديش الكالندري، ما عندي من ولا منا ما عنديني النور في راسي. دونك فوالا هذاك هو اش قلت وفاتك ولا بعدنا قلت امشي قصاوي خرجوا لك. سمير يقصد تعادل مع تطاوين، تعادل مع الجيش، تخسر مع المتلوي، يا اخي هذا النادي الافريقي وين ماشي؟ اي فوالا هذا النادي الافريقي. هل تعتقد في راس انه العجله باش تدور توا في الجولات القادمه؟ هل مضمون انه العجله باش تدور؟ يبدو انك انت مشاكك شوي. مانيش متاكد خاطر فما عوامل زاده اللي هما موضوعيين، انه الافكتيف هذا ماهوش زاده باش يتبدل. ما فما حتى شيء متاكد في راس الكوره انه غدوه منتصر لوحيش باش يلقى نفس الملاعبيه اللي لعبوا ضد المتلاوي تاع سعد الدريدي واللي هما بدا العام، معناتها رجاء نفسية واللي تحب انت. اما كيفاش ينجم المستوى نتاع الملاعبيه هذوما في 3 جمعات؟ وقلت انت الكالندري شنو 9 نقاط هذوما، كان النادي الافريقي ما يجيبش منهم 3 ولا 4 نقاط على الاقل، على اساس هما منافسين اقوى منه على الورق، الترجي ونجم الساحلي اقوى من النادي الافريقي حاليا، معناتها نقل صعب جدا في البصيري ضد النادي البنزرتي اللي وضعيته صعيبه، والنادي البنزرتي اللي هو ما يحبش يعاود العام اللي فات والكوشمار انه يمنع في اخر جوله اكسترا. فالنقاط هذوما اللي النادي الافريقي باش يتفرهد بهم شويه ويطلع في الكلاسمون مانيش نرى فيهم في 3 جولات جايين. اللهم المنتدبين يجيوا الكل يلبسوا ويهبطوا. مالي في راس هذا تولي جمعيه اخرى. قلت له منتصر قبيله، قلت له انا مش نعطيك في يدك جمعتين
وبعد راني في البلاتوات معناها قال لي ميسيرش تعطيني شهرين هو عارف الكالندري ولا مش عارف خاطر بعد ثلاثة انطلاق الهدنة من اليوم خاطر بعد ثلاثة مقابلات هذو ما باش يعاود يطرح السؤال هل كانت فكرة طيبة هل كذا دونك معناتها اوكي سي اون اوبورتونيتي المنتصر الوحيشي اللي مع طيراني عنده ثلاثة سنوات ما مسي النتائج ما كانتش طيارة بارتو إلي باسي أما فرصة ليه أنه يوري شنو عنده وأنه يحاول بالصغار هذوما يخرج لو ماكسيموم فما ملاعبية اللي نجموا كي بوف ات كونسيرفي صحيح لكن البقية يراهم يقعدوا على مبدئيا يقعدوا سنوات باش يلعبوا في الرابطة الأولى مع ملاعبية كيما هو بيدو يقول فيه لسعد دريدي جواريت أقل من 20 سنة 21 سنة اللي هما النادي الإفريقي في الحالة العادية يسلفهم الفرق رابطة ثانية وإلا فرق تفادي النزول باش يلعبوا يعاودوا يرجعوا هذوما اليوم هما اللي باش يدخل بهم النادي الإفريقي الماتشات هذوما نادر داود شنو عندك مضيف في خصوص الموضوع هذا سينو نحب نحكي أنا على اليوم شنو اللي صار ثم تململ داخل ملاعبية النادي الإفريقي سبب هو أنه وقع صرف مستحقات الأجانب اللي هما الجزائريين وكذلك باسيلو كومباوري ورودريغ كوسي في المقابل ملاعبية توينسا لم يقع صرف مستحقات نتاعهم تغشوا بالكدا الملاعبية كان صار تهديد بالإضراب صار اجتماع اليوم على الكوادي اليوم قعدوا زوز بركة من الكوادي اللي هما عاطف تخيلي ويسمى يحيى الملاعبية ترينيو اليوم مع غدوة معناتها الوعود نتاع رئيس النادي أنه سيقع صرف المستحقات معناتها نستناو من هوني الغدوة انت ياك شوف المدرب على شنو الاجواء مش يدخل لها اي قديش مش تمنيهم الملاعبيه وقديش مش تهديهم وقديش مش توعدهم انا تذكرك التصريح كي قلت لك راه المدرب اخر حاجه في تونس يفكر فيها هو تحضير حصه التمارين الدوري نتاعو انه يلكح الملاعبيه تذكر التصريح هذا فوالا هذاك هو في الانديه التونسيه الكل بريسك باستثناء الترجي هو زاد تعرف وقتاش قلناه التصريح هذا بالذات وقت اللي جاي ضيفنا لسعد ريدي كي كان يراني في الاتحاد المونستيري يا اخي يذور لي وكان وقتها متغشش كي مشى نادي افريقي يذور لي تعدى الساج الوحش مع نادي الافريقي ما عادش فما حاجه ما اقوى يعني الكل ملاعبيه هذا تكلمك المدرب مش خالصين الكرا ريستورون وين ناكلوا عائلاتنا اولادنا ما هذا مشاكل كبيره شوف هيئه النادي الافريقي تعاود في الاخطاء الكل راهو حبيت نذكر تو احنا عملنا استجولات راهو النادي الافريقي عم ناول يا سمير في 8-9 جولات كان تذكر الافريقي يمشي المتلوي ويربح يمشي التطاوين ويربح ويجيب في النقاط واحنا اعجوبه والهيئه المديره ما شاء الله عليها كيف هذا المجهود بخصم 6 نقاط من رصيد النادي انا لو عمري شفت هيئه تخدم ضد الاطار الفني فتقتهم 6 نقاط والافريقي صامد والملاعبيه صامدين ولسعد عامل جو هو وملاعبيته والامبيونس باهيه في الفيستيير رغم الفقر المدقع للجميع جات جان فيها سمير الافريقي لاباس عليه جاء الزمزمي والوسلاتي وصابر خليفه وعبد الرزاق والقاسمي وشيفاريا وهكذا الذي رقوش ومالو البرازيلي مش مالو البرازيلي برينو لا نحب نحفظ اساميهم ولا ما نحبش نحفظ اساميهم هذو ديجا وهكا اللي جاو يوم 31 جانفي بتصريح في الاحد الرياضي من الكاتب العام قال جبناه من السي لسعد قلنا له كان عجبوك هاك لعبهم كان ما عجبوكش شوفهم نهار 31 جانفي من وقتها التململ في شهر جانفي انت كي جبت ملاعبيه منتدبين يعني مش تخلصهم يعني عندك الامكانيات وقتها خرج غازي العيادي وخرج منه بحدات وخرجوا ملاعبيه اللي هم اولاد الافريقي وقادرين يعطيوك اضافه خلصت ملاعبيتك واستحفظت عليهم وخلصت ملاعبيتك اللي بالعرق جابوا لك النتائج الممتازه وانت ضريتهم في 6 نقاط لا في سد الجو في الفيستيال وبدات النتائج قول انت نفس الحكايه قاعده تتعاود بدات النتائج في تراجع الى جات الكورونا انقذت الافريقي جاء بعد كورونا بعد انقذت الافريقي طبعا خاطر وقت النتائج بدات تتداول نتاع الافريقي بعد ما صارت الازمه هذيك الملاعبيه تململ وكان تتذكروا في ستاج الملاعبيه روحوا من ستاج وما كملوش هما نفس الملاعبيه اللي كانوا راضيين بالوضعيه وجابوا النتائج الايجابيه هذا اللي تقول فيه انت تو انا عودتك اللي صار في جانفي عم ناول قاعدين نعاودوا فيه تو قاعد يصير تو لكن فما وجهه نظر اخرى يقول لك هوني توا البريوريتي انه الاجانب خاطر الاجانب هوني ثلاثه شهور ما يخلصوش تمشي اوتوماتيكمون للفيفا دونك هو اون سو بروتيج هي تخلص الاجانب باقي توانسه نجموا نتفاوضوا معاهم في الاخر بالكل توانسه حتى كيف يمشيو لجنه النزاعات وليست الفيفا دونك يقعد كابوس الفيفا هو وعندنا راهو كابوس نتاع 5-6 مليارات في لجنه النزاعات في تونس اي اما ما بالكش هذوك طرف لوح جايب
الواد اللي عاش يتوسع في ريشكيو. انت زروق تحكي سامحني كان نادر قاسم على خويا. لا لا كمل باش نكمل معاك ونحكيو على بطولة افريقيا. بالمنطق اللي يخموا فيه المسؤولين وكلامك صحيح، اما ما خممتش على فيستيرك وما تخممش على الامبيونس نتاعك. كيفاش المعاد تخلص الناس الكل ولا ما تخلصش الناس الكل؟ هذا هو ولا مشكل ولا البيدجي اللي عندك تفرقوا على ملاعبيتك كل بالاجانب وبالتوانسه باش اوموان تحافظ على الجو العام تاع الفيستير نتاعك. في راس نكمل معاك كلمه كلمه اخيره. هو فما في العالم دي ديبلوم او مانجمنت نتاع الرياضه، كيفاش التسيير الرياضي يمكن غير معترف بها في تونس ديبلوم. ما نعرف حاجه في تونس اقوى من الدبلوم. شوفوا مع الوزاره، اما يمكن اكيد في الجامعات كان فما كور اكيد كيفاش ما تسيرش جمعيه رياضيه ويعطيهم ثلاث سنوات نتاع النادي الافريقي مع ابسيليوت. ياخذوا كاكزامبل فشل رياضي، فشل اداري، فشل مالي. نجم معناتها الهيئه هذيا الجمهور ما عادش عنده فيها ثقه. الناس عطات فلوس اللطخه صارت وقت اللي الجامعه التونسيه قالت راهو هذوما اللي يلزمهم يخلصوا. الناس ما عادش عندها ثقه في الاداره. مدرب مش مدرب. اليوم الجماهير الانجاز في المئويه هو انقاذ النادي الافريقي من الوضعيه هذه فقط. رياضيا ما فما حتى اوبجيكتيف اخر. الرياضات الاخرى ان شاء الله يعملوا سيزون به اكسترا، اما كره القدم راهو لا شيء يرجع. اللهم الجوارات اللي جاوا يلعبوا والموضوع الاداري ما يلعبوا كان لما يتخلص الفيفا ما ماهيش مربوطه ببعضها. في نفس السياق تذكر الجامعه كي خذات وعملت جدوله توضحت الامور لك 17 مليار وجا جمهور عمل لدخه نتاع 6 مليارات وهبطنا ل 10 مليارات. هبطنا ل 10 وتوضحت الامور. كيفاش رجعنا لقرابة 30؟ مو على خاطر فما جدد بأخطاء الكاميرونيين وكذا اللي عملوا نفس أخطاء هيئة سليم الرياحي. يعني أهم نقطة في الإفريقي هو الحجر على هذه الهيئة، إيقاف هذه المازلة، إيقاف هالبول دناج والتكائل. يعني قاعد يعني المبلغ قاعد يزيد، باش قاعد يزيد بأخطاء الهيئة واللي هما نفسهم يتعاطوا أنه كل مرة تنتدب أو الملاعبيه نتاعك ما تخلصهمش وتصير شكايات وتعاود تجيك اخطاء، دونك مش باش يخرج من مأزق. واضح سي نورمال تو ما تلقاش رئيس. تو يلزم يجي رئيس قادر انه يحط 12 و15 و20 مليار في النادي الافريقي وعنده امكانيات. وهذا باش نقعدوا ثلاث ايام نحكيوا فيه من هو طبعاً. الرئيس واين الكبارات ومن سيضخ الاموال وينهم وقت اللي صارت الانتخابات في جويليا. حتى كي جاء حتى كي جاء عقود استشهار بمبالغ كبيره ما فهمناهمش وينهم، ما فهمناهمش اش ثم. هذاك علاش هنا الجامعه التونسيه علاش ما خلصوش الملاعبيه؟ علاش توعد في مدرب بسته منتدبين باش تأهلهم له وبعد تفصع به في اخر لحظه؟ علاش تخلي الفريق في هذه الوضعيه؟ راهو ليس ذنب المدربين، ذنب الإدارة اللي أخلت بوعودها. واضح جدا. هو هذاك علاش هنا في نفس الإطار اليوم صار اجتماع سمير بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد وديع الجيري ورئيس النادي سيد عبد السلام اليونسي مع الكاتب العام للنادي الإفريقي. حسب المعلومات والمصادر اللي عنا تقول أنه وقع إمهال النادي الإفريقي مدة 15 يوم باش يعطيوهم الليستة نتاع الهيئة المديرة. ما تعرف البارح حكينا وقت على البلاغ، دونك المهلة هي 15 يوم لكي تمد هيئة النادي الإفريقي للجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي السوبيريور نتاعها هيرارشيك انها تعطيها شكون اسامي الهيئه المديره مع بطبيعه من غير مساو التقارير الماليه. جامعه التونسيه لكره القدم تطالب النادي الافريقي في اجل 15 يوم انها تمدها بالتقارير الماليه في ثلاثه سنوات الفارطه من 2018 2019 و2020 منذ تولت هيئه عبد السلام اليونسي رئاسه النادي الافريقي. على كل الموضوع للمتابعه وفي انتظار انه الاعلان الرسمي عن منتصر لوحيشي مدرب جديد للنادي الافريقي. 20 دقيقه مازالت في الحصه نتاع اليوم باش نخصوا الى المسابقات الافريقيه. هاكا من توا باش نقسموا الوقت الدرج لكل مباراه تجي بالضبط باش نحكيوا على تشامبيونز ليغ والكاس الكونفدراليه. شيفر دو جور. الرقم نتاع اليوم هو 7 يا سمير السليمي. الرقم هذا يخص رابطه الابطال الافريقيه تحديدا نادي رياضي صفاقسي اللي غدوه باش يلعب ضد مولديه الجزائر. والسي اس اس بالرقم هذا يسعى للعوده من جديد لدور المجموعات بعد غياب 7 سنوات بالتمام والكمال. غدوه السي اس اس يستقبل المولديه والمهمه ليست بالسهله لنادي صفاقسي. بعد شويه عندنا شيفر اخر تو نعطيه الفراس الكافي باش يعلق عليه. 7 سنوات يغيب السي اس اس كومان ما بضحكوا لا على دور المجموعات لرابطه الابطال مع هذا انه المهمه ليست سهله غدو. برشا برشا على نادي رياضي صفاقسي انه يغيب على احدى المسابقات الافريقيه ولا خاصه الشامبيونز ليغ 7 سنوات.
صفاقسي اللي معناها متعود بالمشاركات الإفريقية وعنده رقم قياسي على مستوى الحصول على كأس الكاف. على كل حال نادي رياض صفاقسي معناها في الفترة الأخيرة عرف صعوبات مادية كما كنا نحكيه على النادي الإفريقي، وعرف بعض الخروج متاع الملاعبية، وسي المنصف خماخم قام مشاكل مادية، ولكن حسوا أنه صفاقسي بدأ نادي يرجع بشوية بشوية إلى العهد متاعه. خلينا نقوله من حظ السي اس اس أنه في الأربعة فرق، أنا حسب اعتقادي الأربعة فرق التونسية المشاركة، نادي رياض صفاقسي طاح بأقوى منافس يعني حسب اعتقادي. فأنه المولدية سي فريق محترم جدا، وهذا شيء شفناه، وشفنا في تزاير الماتش والصعوبات اللي لقاها النادي الرياضي الصفاقسي. المولدية كومباغازاغ معناها في العام سنة وبداوا من العام ناول انفستيسمون كبيرة على مستوى الإمكانيات المالية وانتدابات في مستوى عالي، ويحبوا المولدية ترجع للعنفور نتاعها، والهدف الأساسي نتاعهم هو الدخول في دور المجموعات والمنافسة على الشامبيونز. مع الأسف عكس النادي الرياضي الصفاقسي اللي الملاعبات والكوادر اللي خارجوا ما عوضهمش على الأقل في نفس المستوى. تتفي زد على ذلك وكان كلكم شفتوا ماتش نتاع اللي والصعوبات اللي لقاها نادي الصفاقسي على مستوى التكتيكي وعلى كل المجالات، معناها المودية كانت أفضل، لكن هوروزمون سي اس اس ربح ماتش ملعب تونسي حتى معنويا، معناها ينجم يدخل الماتش هذا بمعنويات مرتفعة. أنا الفريق هذا كنت نبهت به ومازلت ننبه، لأنه خلال شهر ديسمبر قلت فريق متألق برشا خارج الميدان نتاعو، لعب بالعباس ربحها 2-1 في ديسمبر هذايا خارج ميدان، هو ما نعرفش ما يخسرش خارج ميدان، خارج ميدان وسجل 2 مع بارادو 1-1 وربح غليزيان واحد بشيء. هذوما كل دي ماتش البرا متيرا نتاعو، يمشي يلعب شامبيونز ليغ ماتش الدور التمهيدي يعمل 1-1 ما يسجل ويربح 5 ابعد بين من هذا اللي مولدية الجزائر ما خسرش من مارس، لا في اي ما خسرش من مارس، لا ينهزم الفريق عنده فتره ممتازه جدا، وفما انفستيسمون كبير ياسر كيف ياخذ الفريوي اللي هو مهاجم هداف لمركز زبونتو نتاع السي اس اس بمبلغ وقدره. هو اذا كان نتكلموا بون على جابو اللي ماهوش مش يلعب في الماتش هذا، اذا كان نتكلموا على ما يوري النيفو دومبيسيون تاع ليكيب فوالا توتافي بارك الله فيك، اذا كان نتكلموا على بن ساحه والمردود الكبير اللي قاعد يعمل فيه مش كان حتى في السي ماتش السي اس اس وغيره، نتكلموا على بودرين، نتكلموا على حداد، نتكلموا على جون ابراهيمي دارير جوش ابراهيمي ممتاز برك، عنده ان تري بون ايكيب. دونك انا سي اس اس يزم رد بالها من حاجه اولى دو 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 باش ما نحتكش الكلمه، الحاجه الاولى الفريق هذا يسجل خارج ميدانه، سي اس اس لابد من تقليل من الاخطاء على المستوى الدفاعي اولا ساعه قبل كل شيء، خاطر انا نخاف من التفكير الهجومي تمشي باش تماركي باش تماركي باش تماركي، لا قدر الله في غلطه في كونتر ومساحات تاكل هدف. دونك الهدف الاولاني بالسي اس اس ما يقبلش بونتويت، ثم التعامل مع الماتش هذا، ينجم الشوط الاولاني سي اس اس يماركي، ينجم في دوزيام ميتو، المهم برشا صبر. في راس عندك رقم اللي هو رقم 13، مع الاسف نجمو فيه جانب سلبي لنادي رياضي صفاقسي مع شويه جانب ايجابي، خليك تقدم لنا ابتسامة اي اللي من عام 97 دمعة وابتسامة صحيح، من 97 اللي فما الفاز دو بول نتاع دوري ابطال افريقيا، شفت هكا لي تور دو باراج اللي جوست قبل وشفت وقت اللي فريق يخسر الاكستيريور ثيم بلاش قداش الحظوظ نتاعو انه يتعدى في وماتش التور، وكما قلت انت البروبابيليتي 13% صارت 4 مرات على 28 أنه فريق يقلب من 2-2 في الدور هذا قبل دور المجموعة، الدور اللي جوست قبل البول. الابتسامة وين؟ اللي آخر فريق عمل حاجة ذي كان عم ناول هو نجم رياضي الساحلي بالضبط، اللي قلب 2-2 على أشانتي كوتوكو وربح 3-2 في تونس. لزوتروكا الأهلي عام 2010، أساك عام 2005، وأول مرة صارت عام 2001 بالوزداد ضد المريخ السوداني، كلهم تروازات. يعني نجم نقوله هوني بالإحصائيات، بون ديما نقولوا لي ستاتيستيك مهمين ماهوش سيونس اكزاكت، لكن مهمه جدا باش تهزنا لورينتاسيون. هل نجمو نعتبروا انه حظوظ نادي صفاقسي في التاهل غدوه هي 13%؟ انا جو سري داكور باش نقول هذا، على خاطر معناتها كيما كان يحكي سمير انه الفريق تريز امبيسيو، رينا الماتش اللي انت قلت انه عندهم عامين عام 2018 كانوا موجودين في دوري المجموعات، كانوا في نفس مجموعه الدفاع الجديد ومازيمبي، دونك فريق اللي هو ماهوش غايب لك الدرج على الساحه كيما السي اس اس 7
سنوات واللي هو روح عمناه مع فريق جزائري ما ننساوش بارادو. دونك سي دير انو لو فوتبول الجيريان ميم سي على مستوى الفرق مازال باربي مي الفرق الكل باهين. السي اس اس فما زاد جانب رياضي هو الجيستيون تاع فنين بلاش. انا كيما قلت انت هل من الاول تقدم هل جيري وتستنى الادفيرسير علما انو ادفيرسيري ماركي الاكستيريور كل مره فيظهر لي باش تكون انجاز لو سي اس اس يقلب 3-2 نتمناو له هذا حتى 2-2 ضربه جزاء متاح ما فو با لوبليي زاد هذا صحيح. نادر هنايا زاد ثم جانب ايجابي ورقم ايجابي ثم زوز مواجهات سابقه بين النادي الرياضي صفاقسي ومولديه الجزائر زوز مواجهات سابقه في صفاقس في ملعب الطيب المهيري وفي كل مره سي اس اس يتفوق برباعيه نظيفه اخرها كانت في 2017 نادي صفاقسي في كاس الكاف الفاز دي بول فاز 4 بلاش على المود والمباراة الأولى كانت لعبت في 2005 في كأس العرب. هاي النجم يعتبر ذي أنا صندوق بسيكولوجيك بالنسبة للسي اس اس في مباراة غدوة ينجم في ديسكور مدرب مع الملاعبية ينجم يكون ينجم يكون تحفيزي طبعا لكن الحقيقة الحينية الآنية أنت شنو وفريق المولدية شنو أسامي الأندية تقعد هي نفسها لكن الفريق يتغير. نجم المولدية تكون في بعض الأوقات تلعب بالعاشرة وحداش تمر بأزمة أو النادي صفاقسي أو حاليا ان شاء الله ما نسمعوش بعد المباراه التصريح نتاع انها زمنا منذ مباراه الذهاب لان مباراه الذهاب كانت سيئه ولا تليق بسمعه الصفاقسي بكل المقاييس. دونك ماذا ننتظر من مباراه في المقابله هذه؟ ما تنجمش ترقد انت ماتش كامل وبعد في ماتش تحب تقلب الطاوله. دونك الامور صعبه باش ما نمنيوش الناس الامور صعبه نظرا لقيمه المنافس وبالتالي مقابله تكتيكيا صعبه جدا كما قال سمير لانه يلزمك تلعب بتوازن كبير. انت متاخر في النتيجه كيفاش مش الملاعبيه اللي ناقصين خبره في النادي الصفاقسي كيفاش مش تجهزهم انهم يلعبوا من اجل تسجيل الاهداف هدف اول وثاني مع الحفاظ على التوازن مع اللعب بسرعه لكن من غير تسرع وانك ما تقبلش اهداف لانه اذا كان قبلت هدف انتهى الموضوع مع فريق كيف هذا. ومع هذا فريق سريع جدا كما قال سمير الجمعة هذه المعادلة الصعبة والفريق هذا حتى الخصال نتاعه يعني نتاع فريق يحظق كذلك انه يلعب في المنطقة نتاعه والهجمة السريعة وبالتالي الدفاع محور الدفاع الحارس يلزم يقظة كبيرة مقابلة صعبة بكل المقاييس. الأمنيات طبعا انه النادي الصفاقسي يتأهل لكن حتى اذا كان ما جاش التأهل النادي الصفاقسي ما يلوم كان نفسه وتحضيره ومقابله الذهاب ويفكر في واضح جدا. بعد الفاصل باش نحكيو على الممثل التونسي الثاني في الشامبيونز ليغ الافريقيه اللي هو زاد مباراته لا تقل صعوبه ضد اهلي بنغازي الليبي اللي هو الترجي الرياضي التونسي هذا باش نحكيو عليه بعد الفاصل. هو ديجا كان واصل برشا الحمد حطوه تحت المراقبه وين مشى وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي تخلى راس جبل وقتاش يخرج وقتاش كذاك وقلت له ما عادش تجي ما تجيش خاطر باش يوقفوك راح شاف الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطره اللي سائق نتاع الكهرباء فهمتني اليوم معناها عائلته ما يعرفوهش وين مدفون اللي كانت عندها تاثير كبير ياسر على النادي الافريقي والانصار النادي الافريقي ما ماتش على البلاصه مات في طريق سميتها معناها تختف. علاش تختف واحد من الرومانتي كي تهرب بجثه علاش تهرب بها؟ ما هو باش تخبي حاجه تخبي اللي هو تقتل بالرصاص سموه ولا شنو عملوا له؟ شدوا ولد ولد فكري من الحكايه هذه قريبا احلى ضحكه على الاقل انا نقول كلمتي نقول له مصلحه البلاد فوق كل اعتبار ونحلين هذه الانتخابات. تخاف لا يكعر الكعرانه يا سيدي خلي لهم ديمقراطية ونحلنا الانتخابات. أنا غادي الديمقراطية كل حد يدفع الراس أما هذه الانتخابات هي تتكلف غالية على الدولة وربي يهدي وذاك حول مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل إي إف إم سبور بلس ايمن زروق رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:51 دقيقه مازلنا مواصلين بالحديث على المسابقات الافريقيه بعد شوي باش نحكيو على الاتوال والمسير في كاس الكاف لكن مازلنا مواصلين في الشامبيونز ليغ ترجي بنغازي سمير السليم النتيجه نتاع الذهاب هي 0-0 بون كليشي معروف ورابور مع النتيجه هذه يقول لك نتيجه فخ لزوز فرق الى اي درجه ينجم يرد باله غدوه ترجي رياضي التونسي ويكون حذر في التعامل مع مجريات المباراه وفي التعامل مع نتيجه الذهاب
المغرب اللي هي صفر مقابل صفر نعرفوا بونتو لا قدر الله يسجلوا بنغازي سي مش باش نقولوا فوتو مي تصعب بالكدا بالكدا المهم على طول مش تصعب اولا النقطه الاولى نتكلموا على ديربي نتكلموا كيما كنا نحكيوا على سي اس اس وعلى البلديه ولو انه موازين قوى مختلفه ولكن نتكلموا على ماتش ديربي اللي نعبد كنا نعرفوا ان الديربي ما فيش احكام مسابقه وكل الكليشيات هذوك الكل النقطه الثانيه النتيجه تاع ماتش الذهاب نادر في راس كيف كيف معناها 0-0 سي معناتها خلي المجال صحيح. مفتوح والنقطه الثالثه ليكيب الفريق الليبي اهلي بنغازي اللي وهذا قلناه مع بعضنا نادر انه راهو بالنسبه لهم هما ترجي بيتر ماتش عادي مش يعديه معناها للمجموعات لكن بالنسبه للفريق الليبي راهو ماتش حياه او موت بالنسبه لهم هما التحضيرات ريت الكل اللي عملوها والمصاريف والانتدابات وكل شيء للماتش هذا راهو على الماتش هذا راهو على الماتش هذا دونك مش يلعبوا ماتش معناها نتاع عمرهم وانا ترجي لابد عليه انه يحتاط وانا كنت نتمنى في ماتش الذهاب ترجي قوت شويه في النسق لانه ترجي حسيت به في لي مقتنع بالصفر صفر مع انه كان اختير برشا الفريق الليبي كانوا ثم فرص وجع بالكدا بالكدا بالضبط دونك انا ترجي عنده خبره بطبيعه الحال كو سوا لي طرف فني ولا ملاعبي عندهم خبره كبيره على المستوى هذا يعرف انه الفريق الليبي باش يعمل رده فعل يعرف انه الفريق الليبي باش يستعمل ربما الهجمات السريعه ويحاول كيفاش يباغي الترجي من كذا خلال كره ثابته انا متاكد انه الترجي حضر اموره لهذا الكل ولكن ديما يقعد راهو ماتش ماهوش سهل والترجي كل مؤشرات تقول أن الترجي في صحة جيدة قياسا بالمردود في مباراته الأخيرة وشفنا معناها ملوتيران خاصة أنه تكلمنا برشا على غيلان وبالرمضان مازالوا ما رجعوش الفورم ومازالوا كذلك الماتش الآخر وراه اللي هم بداوا يسترجعوا في الإمكانيات نتاعهم شفنا نجاز في فورما شفنا مرزوقي اللي سجل هدف بعد عام كامل ولا قداش معناها حتى على المستوى المعنوي دونك سيرتو فيكتوار في الكلاسيكو تقعد النقطة الوحيدة بالنسبة لي أنا الترجي الرياضي التونسي اللي لازم يخدموا عليها برشا هي التركيز قدام المرمى الترجي الرياضي التونسي يخلق في فرص لكن الترجي الرياضي التونسي إلى حد اليوم ما شفناش الترجي ربح مباراة وسجل عدد كبير من الاهداف ولعب براحه شوفوا الترجي يضيع في بعض وهذا شنو اللي يقولوا ياكدوا في كل مباراه تقريبا معين الشعباني فراس في خصوص الترجي غدوه ثم زوز ملاعبيه باش يسجلوا العوده نتاعهم اللي هما محمد علي بن رمضان ورؤوف بن غيث الملاعبيه اللي كانوا مصابين في مش مصابين معاقبين من قبل الكاف من مباراه الزمالك عمناول دورونفور نجموا نعتبروهم دو تايب بون جمعه نحكيوا على بن رمضان يعني بن غيث تقريبا منذ بدايه الموسم ما شفناهش انا حاب نحكي على بن غيث جوستومون هو جوست نحب نعقب على كلام سمير يعطيني باس ممتاز على موضوع التركيز قدام المرمى اليوم مهاجم الترجي هو طه ياسين الخنيسي هكا ولا لا طه ياسين الخنيسي اخر هدف ليغ دي شامبيون عنده عامين والهدف اللي قبله عنده عامين قبل دونك معجزه انه الترجي هز دو ليغ دي شامبيون بدون رقم تسعة يسجل جاو برشا مهاجمين لوكوزا واتارا واسامي جون باسي دي ميور واللي هما حتى واحد ما قعد في الاخر دونك نجموا نعتبروا انه على مستوى كان فما جويني وكان فما الماجري معاه حتى حد ما قعد اي هذوما اللي هزوا تشامبيونز ليج هذوما معناتها هذوما لو جماهير الترجي والاداره رات انهم لاعبين دو توب 10 توب 15 في افريقيا راهم قعدوا نرجع لبن غيث بن غيث لان هو هذايا العام نتاعو باش ياكد اللي هو يستحق بلاصتو في الترجي نعم ام لا لو بروفيل كيلا اللي هو ملاعبي ينجم يلعب وران مهاجمين يعمل ترانزيسيون بين وسط الميدان والهجوم تكنيكمون الملاعبي ورا الكونستانس والمونتال هو اللي مازال ناقص ماتش كيما غدوه اللي هو كيما كان يحكي ضد فرق تري موتيفي واللي هو حياته الكل يستنى في الماتش هذا باش يلعب وباش يدخل للبول يلزم توريني حاجه في ماتش كيما غدوه انه معناتها بن غيث باش يلعب نتصور يلزمه يلعب خاطر الترجي مطالب انه يسجل زاد مش كان باش تجاري المقابله صفر صفر زاد يلزمك تماركي لها مومون دوني هو الاشكال في بن غيث هنا لانه في مباراه الكل في خمسه جولات من البطوله مع مباراه الشامبيونز ليج تقريبا بن غيث لعب كان مباراه وحيده اساسي اللي هي مباراه بن قردين هنا ديما تساؤل على وضعيتها عبد الرؤوف بن غيث هذا انا قلت بن غيث يلزمه يلعب خاطر ممكن يلا لو بروفيل الاكسبلوزيف انه ينجم يخلق ديزيكيليبر في ديفونس تاع فريق اللي اهلي بن غازي مساعده 0-0 عالميه عالميه حاب يقول لك انه الترجي يلعب مع فريق على اضعف منه باللي تحب ولا تكره صحيح ومشي مطالب انه يصنع اللعب
ليس في حاجة إلى ثلاثة لاعبين في وسط الميدان، أنه قوتهم هو في التمرك وفي افتكاك الكرة. محتاج إلى لمسة فنية، إلى لبعة لاعب يخلق لك تفوق عددي يدخل 18 أكثر ما يمكن. مش كافية بالشعليلي وبالرمضان مع وجود كوليبالي للتغطية لكونتراتاك وكذا. أنا السؤال المطروح ما ننساوش حاجة، أنا مشكلتي تكتيكية. أول حاجة نخرج من تصريح كمال القرصي اللي قال ما نعرفوش المنافس، راهو الترجي لا يحتاج في ما في في باش يدخل المجموعات انه يعرف المنافس، مع كل احتراماتي للفرق المنافسه. هذا الترجي تحكي عليه عايش خويا يلعب في دور تمهيدي للدخول لدوري المجموعات اللي هو فايز في الثلاث سنوات الاخيره يعني بزوز شامبيونز ليغ ورا بعضهم. دونك الترجي بلي تحب انت بعيد على اهلي بنغازي على الورق ويفوز ويدخل على الورق، الورق والميدان يعيش خويا. ما نغلطوش الناس، لا نقولوا مراية صعيبة ومنافسة ومقابلة صعبة لو تحكي نتيجة فخ تحكي على الترجي وعلى شامبيونز ليج. بهلي بن غازي آخر مقابلة مع الإسماعيلي المصري في دوري أبطال العرب 27 سبتمبر 2019، عنده عام وثلاثة شهور ملعبش مباراة. تحب يلعب مع الترجي عايش خويا؟ إيه وقلقوا في الذهاب، السؤال تكتيكي. تفاجأنا في مقابلة الذهاب خارج في مصر بالأربعة سنين 3-1، تغيير الخطة التكتيكية، غيلان وكوليبالي، الهوني خلف المهاجم كسران ألعاب مزيان، مرزوق خنيسي وغدوة شنو مش نشوف. إذا كان لعبت أنت البرة بالأربعة سنين 3-1 يعني في راسك فيش واللي أنت باش تربح واللي أنت تفوق وماشي للهجوم طبعا بالاحتفاظ على التوازن. دونك المنطق يقول انك في الاياب مش تلعب 4-2-3-1 اضعف الايمان يعني فهمت. دونك ننتظر غدوه شنو هي الخطه التكتيكيه، شنو هي الخيارات، شنو الاستراتيجيه نتاع اللعب، لكن بكل مقاييس باي طريقه الترجي المفروض ان المقابله هذه بالنسبه لي مقابله تحضيريه للدوري المجموعات. ان شاء الله هذا ما نتمناه بالتوفيق للترجي نادي راضي صفاقسي. باش نكملوا بكاس الكاف، مع الاسف ما كفناش برشا وقت سمير، خلي لك تعليق على زوز مباريات. الاتحاد المناسيري متفوق 2-0 في الذهاب يلعب ضد اهلي طرابلس الليبي، لكن في المقابل نجم راضي ساحلي كذلك مباراه صعيبه غدوه ضد نادي المقاولون العرب في المستير. شو المستير صراحه قاعد يقدم في اداء ممتاز، ولكن عنده مشكل كبير هو زوز مشاكل. فما فرجه مستير تفرج، فما كاشين تاع لسع جده من عملوا الكلام ذي قلناه، اللي نقص المستير في الفرق بين عمليه والسنه كان عنده دفاع قوي السنه يقبل في اهداف و و و والمستير قاعد يلقى صعوبات في تسجيل الاهداف الا من كرات ثابته. ان شاء الله لاسعد باش ما نطولش، نحب نخلي كلمه للخيان. المستير معناها ماتش ماهوش سهل صعيب، ولكن ان شاء الله المستير معناها تمشي في ظروف باهيه ان شاء الله. ليتوال سمير ليتوال بالنسبه لي انا مش يكون فما رده فعل ممتازه، ان شاء الله تكون فما رده فعل بعد المردود المخيب للامان. ان شاء الله فييرا يعرف يختار التشكيله اللي يمشي يواجه بها الفريق نتاع المقاولون العرب وموازين القوى. صراحه انا حسب اعتقادي للنجم الرياضي الساحلي، مع العلم انه الفريق المصري ما تنساش عنده الثلاثي التونسي اللي هو هيثم الجويني الجزائري والناغموشي، مع العلم انه كذلك ثم بوليميك توصل في صفحات النجم الرياضي الساحلي انه فييرا المدير الفني النجم الرياضي الساحلي باش يكون ضيف عبر الاقمار الصناعيه ولا بسكايب ما نعرفش بالضبط مع في اون سبورتس مع تليله المباراه. هنا ثم برشا نقاط استفهام، كيفاش مدرب ما نعرفش انا مباراة يتدخل في المباشر مع حصة وتلفزة معناتها مصرية أجنبية باش يتحدث ما نعرفش على المباراة على أشياء أخرى، لكن ليت المباراة هنا ثم نقاط استفهام تاخذها بعد المباراة نرجعوا له على خاطر يظهر ولا ما يظهرش. من المفروض أنه باش يظهر معناها. مشكور جدا سمير السليمي، مشكور جدا نادر داود، مشكور جدا فراس الكافي كنت مشكور معنا اليوم. شكرا للناس الكل كنتوا في المتابعة والاستماع، بالتوفيق لرباعي اللي باش إن شاء الله يمثلنا ويشرفنا في المسابقات الإفريقية. ترجي نادي صفاقسي كيفاش ما سامحني عاودي في راس لازم تجيبونا مره ماني فيك شهاده في المباشر ونادي صفاقسي ونجم رياضي.